رح نبلش هلا باول تحدي اللي هو البارل تاب. البرميل اللي داخل دائره عرضها متر صاروا برميلين، صار عندنا دائرتين انقسمت هال 20 نقطه على 10 اول برميل و10 ثاني برميل، ما عندنا ولا اي محاوله. يعني رقم واحد ذكروني دخلكم مين رقم واحد اللي كان عم يسحب بدي رقم واحد. أنس أنت رح تكون أول شخص محاولة وحدة برميلين بيجوا بيلحقوا كل الأبطال من بعد. أوكي يلا أول برميل ولا أي برميل. لما وصلت عند اول برميل حسيت انه اذا جبته البرميل راح يخرب علي عشان اكمل اللاين للثاني، فعملت كلاتش وعملت هاند تهدد شوي السياره. كفاح بدي ذكرك انك انت الشخص الوحيد من هالست ابطال الباقيين يلي سبق لك وبالتاهيل صبت البرميل واخذت 20 على 20. بدي بقول لهم للشباب انه فيك تصيبها بنفس الطريقه، ما لنا شانس. أنا شايف كأنه انصاب أول برميل، رح نطلب إعادة على الكاميرا لحتى نتأكد. الثاني أكيد لا، بدنا نشوف الأول. من بعد ما شفنا إعادة الكاميرا طلع هازز على الهواء. عشارة يمكن كنت صبت البرميل بس للأسف. نازعناها يا مؤيد، شو عم بصير معنا؟ شلت الهاند بريك خلص السيارة فلتت مني، ايش صار؟ تسألنيش لأن أنا ما بعرفش. حلوة حلوة، تعال 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 تعال. كان تشجيع قوي عندي بس الأداء ما كان قوي فانصدمت. قلبي حسسني في برميل رح ينصاب مع نور. يلا خلينا نشوف. عن قلبي حسسني بس بغير مرة مش هلا، يعني عم نحكي احنا بمرة تانية معقول تصير. تفضل عنا. شو منيح هالصفي ها؟ والله عيب. اتس اوكي. بصراحة اللاين تبعي كان كثير حلو، لما عملت تو ماتش انجل برمت ووقفت محلها. اخذهم اخذهم اثنين وحدة الدبلياج وقع، مفيش دبلياج. جيت حاولت اركز شويه، اهدي العربيه شويه، حاولت اشوف كل واحد كان ناقصه ايه ان هو يكمله، بس ما كملتش معايا لان العربيه حصل فيها مشكله. لكن مثل ما شفنا كلنا طلعنا متساويين من بعد اول تحدي. العطل يلي صار بالسياره هو عم بسوقها هيثم، هذا عطل معقول يصير، بس ما فينا نعطيه فرصه ثانيه، يرجع بكون تعود اكثر عيون. كلنا متساويين على الحالتين، كلنا صفر على 20. يا عبي شوم عليكم. تمام. طيب لكن مثل ما بتعرفوا انتم هلا بتاني تحدي اللي عنا اياه، كان احنا قبل عنا البوابات او الجيتات، في عنا خمسه جيتات بدنا نضربهم، كل وحده عليها اربع نقاط. اللي زايدين عليهم هلا على الجيت الرابعه رح تكون الارض كلها مي. هون بدك تنتقل من مرحلة الأرض ناشفة لمرحلة الأرض مبلولة، فكانت هون اللي ترك في التحدي هذا. بتكون تنتبه هونيك لأنه اللي بتبرم السيارة بتدور على نفسها وبتطلع على المسار، يعني طبعاً بده يخسر أكيد، ما رح نعتبره نحن هيدي الجيت. من بعد ما نخلصها ودوليبنا بعضهم مي بدنا نضرب آخر جيت الخامسة، ومن بعدها في عنا طابة بدنا نحطها بالجول. أنا كتير شاطرة بالفوتبول. لا 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 مش بلعب كورة خالص. اللي بحطها بالجول بيطلع له خمس نقط كدو. أنس أنت أول سيارة. يلا يلا حبيبي أنس. إن شاء الله أنس. يلا حلوة، خمس نقاط ترانزيشن. حلو، اثنين. أوكي ثلاث بيتين على المي على المي. أوكي وقفت. يعني أنا شفتها تقريباً كاملة، بس لكون صريح الرابعة اللي على المي أنا كنت بقبلها لو كنا بعدنا بالتصفيات. طالما نحن هلأ بالفاينل والكل أبطال،
مجبورين انه نخصمها لانه جلسه السياره وقفت رجع كمل. بس برافو بس على كل حال انس اربعه من اصل خمسه يعني 16 نقطه واخذت بونس الجول يعني عندك 21 نقطه. هي التركيز انه انا اجيب كل النقاط. اول جيت مين؟ لا اوكي ذكيه منه ذكيه. ثلاثة اوكي بس وقف كمان وقف رجعنا على اثنين. يا 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 كفاح الكليبك بوينتس منو صار عندي غلطه صغيره بالانجل بالسياره هي اللي خلتني ما اكمل انجل مزبوط على الباقين فوصلت على المي بطريقه غلط كرمال هيك بقدر اكمل واخذ النقاط كامل. واحدة اثنين ثلاثة اربعة على المي حرام حرام انه علقت بكعب بدولاب السياره لما ضربته لزق الكليب جوا العجل فضل معلق جوا فالسياره بطلت ردت شحط زي ما كانت وضل معلق بالعجل فراح علي الكليب بالاخير وراح علي البالون ما دخلته بالجول. يلا لو 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 اوكي اول الثاني مع تجليسي خفيفه ثلاثة جلس كثير مصابة أربعة ومصاب الجول صارت السيارة تمشي بطيئة جدا وهي فل ار بي ام حاولت تقرب من الكليبينج بس ما وصلت للكليبينج وزايد البونس اللي هو الكوره اللي دخلها في الجول طبعا شتها برجلي بدل ما شتها بالسياره. راحت الاولى وان اي سبين راحت الثانيه. بعرف ما كثير انبسطت من سواقتي الصراحه تفاجأت. اي 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 واحد كمان يلا نور معلي بعد عندنا جيت وبونس بوينت جو راحت وبرمت ورا الطابة حلو ما هذا يا نور ما بعرف ما بعرف ما هذا ما بعرف